بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذه الأحاديث جاءت في الحث في الرغبة في الآخرة، وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، لا قيمة لها الدنيا. لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم، يعني في البحر، فينظر بما ترجع. يعني الدنيا لا قيمة لها. الدنيا مقارنة بالآخرة مثل ما تدخل أصبعك في البحر وتخرج أصبعك من البحر، فلا يأتي معه شيء، يعني لا قيمة لها. فينبغي للمؤمن إيثار الآخرة على الدنيا. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يعني تفضلون زينة الحياة الدنيا على زينة الحياة الآخرة، والآخرة هي الباقية والحياة الدنيا هي الفانية. قال الطبري في تفسير هذه الآية عن قتادة: اختار الناس العاجلة إلا من عصم الله. فينبغي للمؤمن إيثار الآخرة، أن يعمل الآخرة، أن يعمل في جميع جوانب حياته، في بيعه وشرائه، في السفر، في الحضر، في المسجد، في خارج المسجد، في السوق، في العمل مع أصدقائه، مع أهله، يطلب مرضات الله سبحانه وتعالى. وهكذا الحديث: إنما الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. قال العلامة ابن باز رحمه الله: يعني الدنيا مذمومة، مذمومة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وهو طاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، واتباع الرسول، والاستقامة على دينه، وعالما في شرعه، ومتعلما لشرعه، وإلا فهي فانية منتهية، لا خير فيها إلا ذكر الله وما والاه، وهو طاعة الله، الأعمال الصالحة، الاستقامة على هذه الأعمال، وهم يعني أهل التقوى وأهل الإيمان، وعالما ومتعلما، وإلا فهي فانية منتهية. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. فهي فانية منتهية، لكن يبقى لك عملك الصالح، وإيمانك بالله، وتقواك لله، واجتهادك في طاعة الله، هذه فقط تبقى لك. فينبغي للمؤمن أن يحرص على ذلك، وأن تكون همته عالية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم.